لليوم الثاني على التوالي تتصدر الفنانة شيرين عبد الوهاب الترند بخبر عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب للمرة الثالثة بعد أن أعلنا انفصالهما الثاني رسمياً في نوفمبر الماضي. الأخبار المتداولة نشرتها مواقع مصرية نقلاً عن بعض الصحفيين، فيما لم يعلق حسام أو شيرين على الخبر عبر حساباتهما بمواقع التواصل. ونشر أحد المواقع تصريحاً لشيرين قائلة إن الجواز والطلاق أساسه الإشهار، فلو رجعنا هنعلن زي ما أعلننا قبل كده طلقنا. من ناحيته قال محامي شيرين إنها لم تتحدث معه في هذا الأمر حتى الآن، مرجحا أن ما يتم تداوله مجرد شائعات أو عودة فنية فقط وليس أكثر. وتفضل شيرين حاليا عدم الإفصاح عن تفاصيل حياتها الشخصية في ظل الانتقادات التي تتعرض لها بعد انفصالهما أكثر من مرة. من ناحية أخرى انتشرت أقاويل حول مبادرات صلح بين الفنانين أحمد العوضي وطليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، خاصة بعدما بدأ العوضي في نشر مقاطع تجمعهما من مسلسل اللي ملوش كبير الذي شاركا في بطولته رمضان 2021 دون تأكيد رسمي أو نفي لما هو متداول. وفنياً يواصل العوضي تصوير مسلسله حق عرب الذي يشارك به في موسم دراما رمضان، فيما تغيب ياسمين عن الموسم الرمضاني بسبب تحضيراتها لفيلم كوميدي جديد. لأول مرة يجتمع النجمان أصالة وأحمد سعد في ديو غنائي جديد بمناسبة عيد الحب بعد غد 14 فبراير. ونشر أحمد سعد صورة من بوستر الأغنية عبر حسابه بإنستغرام وهي بعنوان سبب فرحتي، وعبر الفنان عن سعادتهما بهذا التعاون. بعد فشله في تحقيق إيرادات جيدة بات فيلم ليلة العيد من بطولة الفنانة يسرى معرضاً للسحب من دور السينما بعد حوالي أسبوعين على عرضه. الفيلم يتحدث عن قهر المرأة من خلال معاناة عدة سيدات يعيشن على جزيرة ويواجهن أزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ويتناول العمل قضايا العنف ضد المرأة وزواج القاصرات وغيرها من القضايا، ويشارك فيه نخبة من الفنانين من بينهم ريهام عبد الغفور وسميحة أيوب ويسرى اللوزي ونجلاء بدر ومحمد لطفي وعبير صبري وسيد رجب وهنادي مهنا وغيرهم. وعن عدم نجاح الفيلم يقول الناقد الفني طارق الشناوي إن العمل قدم مشاكل المرأة بشكل تقليدي ولم يقدمها في شكل درامي جذاب بحسب قوله. أخيراً وعالمياً وصل عدد كبير من نجوم ومشاهير هوليوود لولاية لاس فيغاس الأمريكية لحضور مباراة نهائي كرة القدم الأمريكية سوبر بول في الساعات الأولى من صباح اليوم والاستمتاع بالحفل الذي يقام بين الشوطين والذي يعد أهم فقرة غنائية في موسم الحفلات الأمريكية. وأحيا كل من المغني أشهر والمغنية الشهيرة أليشا كيز، وحضر المباراة عدد كبير من المشاهير من بينهم بيونسي وليدي غاغا وجاستن بيبر وغيرهم. واستحوذ تايلور سويفت على اهتمام الجمهور بتفاعلها الكبير مع مجريات المباراة لتشجيع صديقها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلس والاحتفال بفوز فريقه كانساس سيتي تشيفز في المباراة النهائية.